كل يا بني كل. لازم نفضل يا ناعمة أدسه في فمي. ما الأمر يا زيد؟ إنك تتغابى كمن لم يرى خبزا وماء. هذا خبز وهذا ماء، فهمت الآن؟ إنني أشم رائحة شواء. أي شواء يا بني؟ إن دخان شواي ينبعث من دور الجيران. ما لنا ولدور الجيران؟ تعال واجلس وأكمل ما بدأت به. أيعقل أن يأكل غيرنا الشواء ونأكل نحن خبزاً وماء؟ إنها الحقيقة المرة يا بني. نحن في عهد يشتري أحدهم جارية ب10,000 درهم ويشتهي الآخرون نصف درهم. ماذا تعنين بهذا يا أمي؟ لا شيء يا بني، لا شيء. الأفضل أن لا تفهم مما أقول شيئا. إلى أين؟ منذ متى أصبحت حارسا خليفة الأمين؟ عندما شاهدتك. إذا احذر من الذئاب الشائعة. تريد تهنئة الخليفة لعودتي من الحج سالما كي تنال حظوتك؟ الحمد لله الذي جعل لنا الحظوة وللآخرين النقمة. هيا يا حصاني هيا. السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام. أبطأت علي يا أبا وهب، ما الأمر؟ منعني حرسك الذين يتوقون إلى القصع ولا يعرفون الشبع. لا تبتئس، سوف نسوي الأمر بما يسرك. سوي. هيا هيا يا حصان هيا. ما بك تنظر إلي وكأنك صاحب الشرطة أو أحد العساس؟ ما يخيفك منهما وقد أمنتهما؟ أنا لا أخاف إلا منك. أجل، لا أخاف إلا منك أنت. كأني بك عسس للخليفة في سوق الكرخ. ما علمت النظر حراما إلا ما حرم الله النظر إليه؟ ألا تكون يا أكثر ممن حرم الله نظر إليهم؟ اسمع، خير لك أن تمضي على قصبتك بعيدا عني. ما كنت يوما قيما على ما سأفعله يا أكثر. ارحل من أمام دكاني خيرا لك. أنت لا تملك نفسك، فكيف بك تدعي ملك الأرض التي أقف عليها؟ ألا تنطلق وتريحني؟ أوياه، أقسم إنك تضمر شيئا من غش أو احتيال لم تعد تستطيع إخفاءه. لن أمضي من هنا إلا ساعة أشاء. من أين أتيت بهذا الحطب؟ ها؟ مما جاد به الله علينا. وكأن هذا الحطب من ذجلة. أصبت في ظنك. إذن عليك أن تدفع غرامة لبيت مال المسلمين يا هذا. غرامة؟ ولما يا صاحب الشرطة؟ هذه من نتاج ذجلة، وذجل وما ينتجه من ماء وشجر وحيوان ملك للخليفة، والخليفة مالك لبيت مال المسلمين. أفهمت يا هذا أم أكرر؟ ها؟
ولكنني جمعته حطبا يابسا تذروه الرياح على الأرض. ولكنه كان شجرا أخضرا قبل ذلك. والله لا أدري كيف أنجم براثينك يا سعد. لا فائدة من وجودنا. هيا تعال انطلق أيها الحصان. ما أطيب طعم شراب التوت البارد في يوم حار كهذا. البشرى يا مولاي. بما تبشرني يا ابن الربيع؟ هلكت إيرين ملكة الروم. والله ما هذه بشرى أتوق إليها. ألا تتوق يا مولاي لموت عدو لدود يتربص بنا الدوائر؟ والله ما خلتها يوما كما تقول. لقد كانت تدفع الجزية صاغرة. فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. ترى من حل مكانها؟ لم تردنا أخبار بعد في هذا الشأن، وإن كان من المؤكد أن ولدها نقفوزاً هو الأوفر حظاً. نقفوز؟ أرجو أن يحمل حكمة أبيه وضعف أمه. ماذا أفعل؟ والله لا أعرف كيف أنجم براثينك يا صاحب الشرطة. أبا وهب! أبا وهب! هلم لتحكم بيننا. أنا لا أقبل به حكماً يا عبيد، لا أقبل. ما الأمر؟ اسمع يا أبا وهب، يريد صاحب الشرطة أن يغرمني لبيت المسلمين لقاء حملة الحطب هذه. ويحك يا سعد، أتريد أن تملأ خزينة المسلمين من جيوب البؤساء؟ لم أعينك حكما يا أبا وهب. ولكنني رضيت به حكما. اسمع يا أبا وهب، يدعي هذا أنه ليس لي الحق فيما أجمعه من نبات النهر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم شركاء في طعامكم ومائكم وناركم. إنه يهذي وحق السماء، أين الحطب من هذا؟ النار وليدة الحطب. والله إنك عالم وفقيه، ها قد خلعت ثوب الجنون وعدت إلى ثوبك القديم يا أبا وهب. والله إن شك الخليفة فيك لصائب. إن لم ترجع عن غيك يا سعد سيرفسك حصاني ويضمك لساني. إلى أين؟ أبيعها في السوق. لن أدعك تبيعها حتى تدفع غرامتها. ولكنني جمعتها يابسة يا رجل. ولكنها كانت خضراء ذات يوم. سيدفع غرامتها للخيرزانة، اطمئن. تقول الخيرزانة؟ وها ستدفع الخيرزانة في قبرها. لكنها كانت حية ذات يوم تحكم في قصر الخليفة. إلى أين؟ إلى حيث أجد رزقي. ولكن لم نتفق بعد. لقد رضيت بما حكم أبو وهب. وجهك، أتطيع أبو وهب ولا تطيعني؟ نعم أطيعه لأنه أصدق منك، وسوف أخذ غرامتي للخيرزانة. هذا نتاج لسانك، تهرب العامة من دفع غرامتي لبيت مال المسلمين. والله سأشكو ما سمعت منك للخليفة. هذا الذي تفلح فيه سأشكوك إلى الخليفة. يو 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 يو. عاد إلى غيه وجنونه.
الخير. مساء الخير. ماذا تفعلين بهذا القدر يا راوية؟ أعد لك ماء ساخنا، ألم تطلب مني ذلك؟ بلى، نسيت. أين طريف؟ تدثر ونام. كم كان نتاجك اليوم من الحطب؟ دانقان؟ لدي اثنان، والآن اثنان، أصبح المجموع أربعة، إذن يلزمني ستة دوانق. ما تحسبين يا راوية؟ أحصي ثروتنا. ما عهدتك هكذا. يجب أن نصل إلى الدرهم، يلزمنا ستة دوانق. ما تسرين وتخفين؟ كل ما في الأمر أنني أتوق لشراء شواء. ضعي الشواء جانباً، فهذه الأمور ليست لنا. بل سنحاول يا عبيد، ولدك يتوق إلى الشواء. اقمعي شهوته بما يجود به لسانك. ما عدا ينفع الكلام، ولدك سوف يموت إن لم يتذوق الشواء. أوصل الأمر إلى هذا الحد؟ بل أكثر من ذلك، الأسواق ملأى بالشواء، ولدك يهفو إلى نزر منها فلا يستجاب. الأسواق ملأى بالشواء لذوي الحظوة يا راوية، هذا قدر صنعناه بأيدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضلنا على سائر مخلوقاته، وبعث إلينا خيراته، وأغدق علينا نعمه. اللهم اجعلني من القانعين بقضائك، الراضين بحكمك، الساعين لمرضاتك، يا أرحم الراحمين يا الله. أهلا يا طريف. أتأكل شواء يا بهلول؟ بل شيء من الأرز لذيذ ومفيد. تعال وكل معي. تعال ادخل. اجلس. خذ. لا أحب هذا. وهل تهفو نفسك للشواء يا بني؟ أكلته ذات مرة فأدهشني طعمه وأسرني مذاقه، ولكن وعدتني والدتي بالشواء متى امتلك والدي ثمنه. اللهم ساعدني على احتمال هذه المواقف يا رب. ما أتعس حظك وحظي أيها الفتى، ليس في جلبابي من الدراهم ما يطعمك الشواء الذي تهفو نفسك إليه. لو بعت الحوص يا أبا وهب لسددت شهوة ذلك الفتى وأخرجته من الحرمان الذي هو فيه. ابن من أنت؟ ابن عبيد الحطاب. أريد رطلا من اللحم يا أكثم. حسنا، تريده مشويا أم نيئا؟ أريده نيئا ومقطعا. كم سفود على النار؟ ثمانية. ضع مثلها وسأعود ثانية. سأحضرها لك بعد أن تعود، خشية أن تذهب ولا تعود. بل سأعود. حسنا حسنا. مولاي أمير المؤمنين، بلغني أن نقفوز هذا صليف معتد بقوته وسيفه. يكفي يا ابن عيسى، إن اعتد بنفسه واغتر بقوته فسيوفنا لا زالت في أيدينا. يا قوم، ما من مرة جمعتكم لأستشيركم إلا لذتم بالصمت أو حاولتم الهروب إلى معارج لا تروق لي. قسما ما أرى في امتناع الرومي عن دفع الجزية إلا تمردا على واقع قد فرضناه سابقا. مولاي،
أرى يا مولاي أن نتريث قليلاً ولا نستعجل الأمور لنعرف ما الذي يرتئيه خليفة الملكة. مولاي، ما كان التفاوض يوماً يعطي للمحق حقه. وما نحن فاعلون يا ابن عيسى؟ نجهز جيشاً لا قبل لهم به، ونقتحم به قلاعهم وحصونهم وندمرها. لسنا بحاجة لسفك المزيد من دماء المسلمين لقاء بعض قطعة من ذهب أو فضة يا مولاي. أخشى يا مولاي أن نتحول من قوم يأخذون الجزية إلى قوم يدفعونها. كفى. لم يبق في مجلسنا سوى أبي وهب لم نستشر. ما الذي تقوله يا أبا وهب؟ أنا أرى يا مولاي أن تبعث رسولاً يطالب خليفة الملكة بالحفاظ على عهد قد أبرم واتفاق قد عقد، فإن قبل هان الأمر، وإن أبى كان السيف حكماً. وأنا على رأي وقول أبي وهب سائر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام. ما الذي كنت تقرأه ودسسته في جيبك؟ أما زلت تجيد القراءة؟ يا لأيامك الغراء، عندما كنت عالما تشهد بغداد كلها لعلمك. أتخاطبني يا عبيد؟ لا لا لا، أنا كنت أتمتم في سري. من يتمتم في سره لا يستقيم أمره. لا لا يا بهلول، رجوتك، أنا أريد أن أستقيم أمري. بكم رزمة الحطب؟ لك أنت؟ بدانق. دانق؟ خذ هذا درهم. أعرف هذا. أنا قلت لك أريد ثمنها دانقاً. وأنا أعطيتك درهماً. بهلول اسمع، لم تفهمني. هذا درهم. أعرف هذا، وأعرف أن ثمن حطبك دانق واحد. لكن الذي لا تعرفه أنه يساوي 10 دوانق. رضيت بأن أشتري حطبك هذا بدرهم. كلما شممت فيك الصواب أرجعتني إلى واقعك المؤلم. السلام عليكم. وعليك السلام. بالصحة والعافية. قدرت عليك حقا. الكثير ممن أتوا بعدك أخذوا حوائجهم وانطلقوا، وأنت ما زلت تنتظرين. أعتذر عن هذا التأخير الذي سببته لك دون قصد. هل تريدين من هذا اللحم أم من تلك السفود المشوية؟ أطلب شواء لفتى في العاشرة. يلزمك من السفود 4. رويدك انتظر قليلا، ما ثمن السفود 4؟ هل تريدين أن أضيف إليها الخبز؟ عندنا الخبز. حسناً، كان الأمر إذن. درهم واحد فقط. درهم؟ نعم درهم، قلت درهم، ألم تسمعي؟ لكنني لا أملك إلا دانقين. لا تملكين إلا دانقين وتقفين أمام الشواء كل هذه المدة؟ ألا تعطيني بعضاً من الشواء بدانقين؟ اسمعي، عرفت الكثير من أهل الاحتيال، انطلقي من أمام الدكاني وإلا...
ثمن شوائه؟ هو ذا درهم أذهب به إلى السوق مختالاً. حقاً إنه درهم؟ خذي درهماً دفعة واحدة. من أين لك هذا؟ ثمن الحطب الذي بعته. ما عهدي بك محظوظاً ببيع الحطب؟ اختلفت الأمور، انقلبت الدنيا وابتسمت لي الحياة. قل لي، من أين أتيت بهذا الدرهم؟ أخبرتك، بعت به حطبي. لأي أمير يا عبيد؟ بعته لشخص لن يخطر لك ببال. أفصح يا عبيد أفصح، فأنا لا أجيد حل الأحاجي. بعته لأبي وهب. بهلول؟ بهلول يدفع درهماً ثمن حطبك؟ وما حاجة بهلول إلى الحطب؟ لا أدري. ما كان لك أن تأخذ منه درهماً، لقد ظلمت الرجل. أخبرته أن ثمن الحطب دانقاً، إلا أنه أصر أن يدفع درهماً. كان عليك أن لا تجاريه وأنت تعرف ما هو عليه. يا راوية، لو كنت واثقاً من ذلك لما أقدمت على هذا الفعل. أتحسب بهلولاً عاقلاً؟ بل أشك به مجنوناً. ما هذا الذي بيدك يا ابن الربيع؟ رسالة من نقفوز ملك الروم يا مولاي. وماذا يريد ذلك العلج؟ اقرأ. ما بك يا ابن الربيع؟ اقرأ ما كتب. من نقفوز ملك الروم إلى هارون ملك العرب. أما بعد، فإن الملكة التي كانت تحكم قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق، فحملت إليك من أموالها ما كان حرياً بحمل أمثاله إليها. الوقت أيهددني ذلك الذل؟ الويل له. إلى الدواة والرقاع يا ابن الربيع. أمرك مولاي. اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. من هارون أمير المؤمنين إلى نقفوز كلب الروم. قد قرأنا كتابك والجواب ستراه دون أن تسمع. السلام عليكم. وعليك السلام. من بائع الحطب؟ ومن غيره؟ اشتاقت نفسك إلى اللحم ها؟ بكم هذه السفود؟ جميعها بدرهمين. ونصفها؟ اسمع، أرني ما في جيبك. قلت أرني ما في جيبك من دراهم. درهم واحد فقط؟ نعم. لا بأس، تستطيع أن تمتلك 4 سفود من هذه. 4؟ ولكن ليس الآن، بعد أن تنضج. طريف، تعال تعال ادخل. اجلس يا طريق. ما الذي أتى بك إلى هنا؟ أنتظر والدي. أين والده؟ في صوب الكهف. ماذا يفعل؟ يأتيني بالشواء. أخيرا ستأكل الشواء. لمن هذا الحطب؟ أي حطب؟ ذاك. لي، اشتريته من أبيك.
اشتريته بدرهم؟ من أنبأك بذلك؟ استرقت السمع فعلمت، لكن ثمن هذا الحطب دانق واحد، فلما دفعت درهمان؟ الذي تفعله يا عبيد؟ التهم حصتي من الشواء، ولكنها ما زالت سفودا أربعة. أعلم هذا. وما هذا الذي تلوكم؟ رغيف خبز كنت قد دسسته في جيبي. وما صلة رغيف الخبز بالشواء؟ اشتريت منك السفودا أربعة بدرهم، نصفها لولدي والنصف الآخر لزوجتي، وحتى لا أحرم أنا من الشواء أخرجت رغيفي، عرضته لدخان الشواء فعلق به فدسسته في فمي، وهكذا أكون نلت حصتي من الشواء. يعني الشواء لعائلتك ولك الدخان؟ ولكننا لم نتفق على ذلك أبدا. على ما تتكلم يا أكثر؟ على الدخان الذي سلبته برغيفك. أظنك تمزح. أنا لا أمزح في مثل هذه الأمور على الإطلاق. أعطني السفودة الأربعة. أصبح ثمنها درهماً ودانقين. ولب الدانقان وقد اتفقنا على الدرهم. الدرهم ثمن السفود الأربعة، والدانقان ثمن الدخان الذي سلبته. ومتى كان لدخان الشواء ثمن؟ عندما تكون حصتك من الشواء الدخان. أعد لي الدرهم، لن أشتري شواء اليوم. هذا شأنك، ولكن أعطني الدانقين أولا. صاحب الشرطة، يا صاحب الشرطة، إنني بحاجة إليك. ألا زلت مقتنعاً بكلام أبي وهب يا عبيد؟ أي كلام تقصد؟ الفتوى التي أفتاها لك بشأن الحطب. دعنا من الحطب الآن، إني أشكو إليك ظلماً حاق بي. ومن ظلمك يا عبيد ها؟ ذلك المحتال المدعو أكثم. أتقصد أكثم الشواه؟ نعم، أتعرفه؟ أعرفه، إنه صاحب حق وعدل. أي حق وأي عدل؟ اسمع يا عبيد، أنصحك بأن تحل الإشكال بينكما. أخاف أن تكون الظالم فتسجن يا عبيد. لا، أنا مطمئن لعدالة قضيتي. حذرتك يا عبيد فما ارتدعت، وعلى نفسها جنت براقش. لا، إذن علي بأبي وهب. يا أبا وهب، انظر يا أكثر، لقد جاء صاحبك بأبي يوسف القاضي حكما. انزل 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 يا أبي. السلام عليكم. هو ذا حكم. ألم تجد غير ذلك الأبله حكما؟ بل قل جاء بخير قاضي في بغداد قاطبة. لم أرى أحمق منكما. اسمعا، لقد رضيت بأبي وهب حكما. إذا كنت قد رضيت به حكما فهذا شأنك، أما أنا فلا أقبل أن يفض في نزاعي رجل يتخذ من قصبة فرسا. أنهي القضية يا عبيد وادفع للرجل حقه. هيا. أنت تقول هذا يا صاحب الشرطة؟ أي حق له وهو الذي يريد ثمن رائحة الشواء دانقين؟ إذن درهمك مصادر إلى حين دفعك الدانقين. ولكنكما رضيتما القضاء بيننا. نعم رضينا، أما أن يكون بهلول هو ذلك القاضي فلا. ما دمتما قبلتما بالتحكيم فهذا شأنه، وإلا رفعت القضية إلى الخليفة. عبيد، أعطني الدانقين. ويحك يا أبا وهب. كنت أعطني الدانقين. حسنا حسنا،
تفضل. قد قبلت حكم أبي وهب. يا أبا وهب. تعيد. ما دمتما رضيتما بحكمي فاسمع. أتجيد السمع يا أكثم؟ وما صلة السمع بالقضية يا أبا وهب؟ من حق القاضي أن يسأل، وعلى المتخاصمين الإجابة. أجبوا يا أكثم. نعم. أكثم قل نعم أجيد السمع. نعم أجيد السمع. ماذا سمعت يا أكثم؟ سمعت صوت دانقين اثنين. أحسنت. ما سمعته يا أكثم من رنين هو ثمن لرائحة شوائك. ومتى كان صوت الرنين ثمنا للشواء؟ عندما تكون رائحة شوائك بدانقين. خذ يا عبيد هذان دانقان، وأستطيع أن أقول إنني حكمت بينكما بالحق، وكل واحد منكما نال حقه. تستطيع أن تأخذ سفودك الأربعة، ولا أظن أن أكثم سيمانع. إنها المرة الثانية التي أنقلب فيها أحمق وتنقلب فيها فطنا. اطمئن يا صاحب الشرطة، هذه حقيقتنا التي لا جدال فيها. قادم. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بهلول. خذ هذه ربطة الحطب، لست بحاجة إليها، لذا سأبيعك إياها. وكم تريد ثمنه؟ دانق واحد. دانق واحد؟ كيف أنت اشتريتها من عبيد بدرهم؟ إنني تاجر فاشل، أعترف بهذا وأصر عليه. خذ هذا دانق. دانق؟ يكفيني. السلام عليك. يا أبا وهب، كيف تقبل بدانقين؟ لقد خسرت 9 دوانق دفعة واحدة. لست حزينا لخسارتي، بل فرحا لربحك الشواء الذي تهفو إليه. السلام عليكم. وعليكم السلام.